عايز اقول لك يعني توقعاتك ما شاء الله الفتره اللي فاتت، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بكلمك بجد بامانه، من اول السوبر الافريقي لمباراه اللي يمكن حتى كان قاعد مكانك هنا كابتن رضا، اقول له ماتش الزمالك كام كام، يقول لي ماتش صعب. طب ايه الترجي هيجيب جون، لحد ما طلعت منه ان النتيجه 2-1. الاهلي كام؟ الاهلي 2-0 بدون تردد. لكن كان في ماتش والله بجد بقاله معايا 5-6 ماتشات زي الفل. انا بس قلت بس اديك حقك يعني. ربنا يخليك يا هيبو، ربنا يخليك. قول لنا بقى يا نجم الماتشين اللي جايين برضه. امال ايه؟ بص يا مهيب، مع احترامي هبدا الاول بنادي الزمالك. نادي الزمالك لو ما كانش فيه تحكيم فير لا هيبقى في مشكله كبيره، هيبقى في فضيحه، هيبقى في فضيحه كبيره يعني. يا ساتر. انا بقول لك هو على مسؤوليتي، لو التحكيم ما كانش فير في المباراه بتاع نادي الزمالك هيبقى في مشكله كبيره وتبقى فضيحه كبيره، دي حاجه. تمام. اما بالنسبه للنادي الاهلي النادي الاهلي لو هيلعب زي ما لعب هنا يبقى ما يسافرش احسن. هو سافر خلاص، يرجع. وايه الكلام ده؟ انتوا عايزين حلقه ثانيه والله. لا خالص، لو هيلعب زي ما لعب هنا يبقى يرجع. طب بص، انا بقول لمهيب دلوقتي لو هو عايز يعدي المباراه دي بسهوله بدل ما بيلعب اربعه زي المباراه اللي هنا كده وكان في مشاكل دفاعيه، انا بقول له يلعب باثنين سرد باكات وتحتهم رامي ربيعه الليبرو. النادي الاهلي عمره ما يلعب بكده خالص. قلت له كده والله العظيم ثلاثه، الراجل ده مش مصدقني، عمال يقول لك يا بشرى يا بشرى يا بشرى ومش مصدقني، مش مصدقني. بيلغوش بيلغوش بيلغوش. طيب. وعايزنا وجبه. احنا عايزين حلقه مع بعض بقى احنا الثلاثه كده ان شاء الله باذن الله. ونحلل تيجي انا جنب بشرى ومع مهيب ونحلل المباراه 6-1 ونجيب بيبو كمان. طيب كابتن مشير بشكرك شكرا جزيلا واشوفك ان شاء الله قريبا باذن الله. يعني قلت لي طب كام النتيجه سريعا؟ النتيجه 2 بالظبط. الزمالك والاهلي، يعني الزمالك كام والاهلي كام بسرعه؟ ما انا لسه بقول لك اهو. اللي انت قلته يعني خلاص بدون تحديد. ماشي بالظبط. بشكرك كابتن بشير التابعي شكرا جزيلا. طبعا قبل ما اختم عايز اتكلم على موضوع انتقالك للنادي الاهلي.